اما سمر بتقول انا ما بكلمكم الصراحه بقيتوا تردوا على طول، ده ما حصلش من فراغ، ده اكيد بقى في تطوير في مكاتب خدمه العملاء، ده اكيد حصل زياده لعدد الموظفين، تدريب للساده الموظفين اللي بيشتغلوا على ده، حصل ازاي؟ هو يعني خلينا نتكلم في موضوع خدمه العملاء بالتحديد، لان ده يعني اتبذل فيه مجهود كبير جدا الفتره اللي فاتت. في قنوات كتيره احنا اشتغلنا عليها، سواء كان اتصال مباشر من خلال مراكز خدمه العملاء، وده تم تطوير 171 مركز على مستوى الجمهوريه، وجاري التطوير، احنا التطوير ما بينتهيش عندنا، يعني جاري العمل عليهم لحد النهارده. 171 مركز، اذا انت موجود في كل المحافظات. في كل المحافظات. انت مش مركز رئيسي بتستقبل مصر كلها، لا لا لا. انت كل محافظه ليها مكتب لوحده. مظبوط. هايل. احنا منتشرين على مستوى المحافظات او مستوى المراكز اللي داخل المحافظات. هي عدد الفروع اللي على مستوى الجمهوريه حوالي تقريبا 350 فرع. تم تطوير 171 مركز خدمه عملاء، بنقدم فيهم كل ما يتعلق بخدمات مياه شرب والصرف الصحي. ده شق. الشق الاخر ان احنا طورنا المنظومه شويه بتاعت ان احنا نقدر نستقبل المكالمات التليفون، نستقبل الشكاوى والخدمات عن طريق التليفون، بانشاء الخط الساخن 125. ده بنستقبل عليه تقريبا في السنه حوالي، يعني مسجل في قاعه البيانات حوالي 2 مليون استفسار وشكوى. في السنه 2 مليون استفسار وشكوى. او شكوى دي، وبيزيد كل ما بيزيد ثقه الناس في هذه الخدمه كل ما بيزيد عدد الاتصالات.